بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الرسول الأعظم والملاذ الأفخم، عين العناية الربانية وفاتح الخزائن الملكوتية، نبوة كل نبي وولاية كل ولي، فضل الله الأحد على قلب كل مهتد، وفيض الملك الصمد في الخلق بلا تردد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بكل عدد يعد، وكل مداد يمد، وكل حد يحد، وكل سؤال ورد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأوفياء والأعزاء في كل مكان، سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سأقدم لكم فيها إن شاء الله فائدة لنضارة الوجه وعلاج تشوه الجمال، فتابعوا معي الحلقة على بركة الله. فقد راسلني العديد من المتابعين منذ مدة بشأن فائدة لاكتساب وجه نوراني ولنضارة البشرة، خصوصا للذين تعرضوا لتشوه الجمال سواء كان بسبب سحر أو حسد أو عين، فهذه الفائدة نافعة جدا في كل هذه الحالات بإذن الله تعالى، وتزيدك جمالا ونضارة لبشرتك، وتعطيك أيضا القبول بين الخلق، وهي من مجربات أهل الله ونتائجها عجيبة لمن طبقها والتزم بها، كما سأشرحها لكم دون زيادة أو نقصان. فشرطها الأول الطهارة والوضوء، إذن فأخواتنا البنات لا يبدأنها إلا عن طهارة ومباشرة بعد الاغتسال من العذر حتى يضمن عدم قطعها، وطريقتها هي كالآتي سأشرحها لكم بالتفصيل حتى لا يلتبس عليكم الأمر. فلمدة 15 يوما بالتمام والكمال تكتب يوميا في الصباح بحبر زعفران، وحبر الزعفران يمكن صنعه بالبيت، يعني أن تنقع شعيرات الزعفران في ماء ورد وتتركها لساعتين أو ثلاثة حتى تعطيك اللون. تكتب على ورقة بيضاء غير مسطرة آية النور، وآية النور هي الآية 35 من سورة النور. تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، وتنتهي والله بكل شيء عليم. إذن هنا أشدد على ضرورة الكتابة بحبر الزعفران، هذا ضروري. وبعد كتابة الآية تضع الورقة في قنينة ماء مع 7 ورقات سدر. السدر ممكن أن يكون ورقات سدر خضراء أو يابسة، فلها نفس المفعول بإذن الله تعالى، وتتركها ساعة من الزمن تقريبا حتى تمحى منها الكتابة تماما، يعني يجب أن تضع الورقة وتنتظر أن تمحى منها الكتابة. وبعد أن تمحى منها الكتابة تخرجها من الماء وتقرأ نفس الآية، يعني آية النور، تعيد قراءتها على الماء مع النفث فيه 7 مرات. أكرر، تقرأ آية النور 7 مرات على الماء، تشرب من هذا الماء وتمسح به على وجهك وتتركه يجف، ويجب أن تنهي كمية الماء الذي محيت فيه الورقة وقرأت عليه خلال يومك حتى تعيد نفس الكتابة والقراءة على الماء من جديد. إذن فالتجديد اليومي ضروري ومؤكد، يعني كل يوم تكتب ورقة جديدة وتقرأ على ماء جديد، ولن تكفي القراءة وحدها، ففي هذه الفائدة ضروري من الكتابة بحبر الزعفران مع القراءة. فالمرجو احترام الخطوات والالتزام بما شرحت حتى تجدوا النفع من هذه الفائدة بإذن الله تعالى. كانت أحبابي في الله هذه هي فائدتنا لهذا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من هو
في حاجة لها. أشكر لكم متابعتكم، وأشكر لكم وفاءكم، وأشكر لكم دعمكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.